تخيل معي هذا الشخص يعيش بكبسولة ميكانيكية مكونة من الحديد من عام 1952 إلى هذه اللحظة. هذا الرجل من كان عمره 6 سنين كان يعاني من مرض واضطر أن يدخل بهاي الكبسولة العجيبة. شنو سالفتها وليش ما يقدر يطلع منها؟ معجزة طبية نادرة الحدوث بكل المقاييس. بطلها شخص اسمه بول إكساندر قضى حياته من الطفولة داخل رئة مصنوعة من الحديد لأن يعاني مرض شلل الأطفال من صغره. توصل إلى عمر 76 عاما حسب ما ذكرتها صحيفة ديل ستار البريطانية. وذكرت الصحيفة أن بول إكساندر واحد من شخصين يعيشون إلى هذه اللحظة داخل حديدية حيث يحتاج هو زميلته الأمريكية مارثا إلى مساعدة من جهاز التنفس بعد إصابتهم شلل أطفال. بول إكساندر المعروف صاحب الرئة الحديدية أصيب بالشلل وهو طفل يبلغ من العمر 6 سنين. وهذا المرض عبارة عن عدوى فيروسية خطيرة يمكن أن تؤثر على النخاع الشوكي. كان بإمكانه فقط تحريك الرأس والرقبة والفم وكاد يفارق الحياة قبل أن يضعه الأطباء في رئة حديدية. جهاز الرئة الحديدية صديقي عبارة عن كبسولة محكمة الغلق تمتص الأكسجين من خلال الضغط السلبي مما يسمح للرئتين بالتمدد حتى يتمكن المريض من التنفس. تخيل معي عزيزي المشاهد هذا الشخص اللي يعيش بداخل هاي الكبسولة الميكانيكية ما استسلم وسلم أمره وبقى مكتوف الأيدي، بل درس وتخرج من جامعة تكساس بدرجة بكالوريوس عام 1978 ثم حصل على درجة الدكتوراه في قانون عام 1984 وبقت أمضى حياته في العمل في القانون والاستشارات واكتسب حياة مهنية ناجحة. وهذا أكبر دليل يا صديقي أن النجاح ما يتوقف على الظروف، مهما كانت الظروف قاسية بإمكانك التغلب عليها وأبد لا تخضع وتستسلم. وهاي القصة راح تخليك تفكر وترجح حساباتك من جديد، وأكيد راح تقول ألف الحمد لله والشكر على النعم اللي أكرمك بها الله سبحانه.